قد كان الشيخ المالكي الشيخ دكتور محمد بن علوي المالكي رضي الله عنه يعني كان دائما يعني يقرأ في فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك كتاب للشيخ الغماري اسمه النفحة الإلهية في الصلاة على خير البرية صلى الله عليه وسلم. سوف نقرأ هذا الكتاب وهو يشتمل على أكثر من 40 حديثا كما يشتمل على أكثر من 30 رؤيا بشارة لمن أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ابتدأ كتابه فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك اللهم حمدا يليق بربوبيتك، وأشكرك قياما بحق عبوديتك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد، وأشهد أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك وصفيك وخليلك، أرسلته للخلق عامة وبعثته بشيرا ونذيرا، من اتبعه وأطاعه فهو الفائز السعيد. فصل اللهم عليه صلاة وسلاما دائمين بدوام توالي أفضالك عليه، وارض عن أهل بيته الطاهرين وعن صحابته الأنصار والمهاجرين، ووفقنا لسلوك نهجهم القويم، واحشرنا في زمرتهم تحت لوائه في الموقف العظيم. أما بعد، فهذا جزء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على 43 حديثا في فضلها، ثم مبشرات فيها فوائد ودعوات، ثم صيغ صلوات، وسميته النفحة الإلهية في الصلاة على خير البرية صلى الله عليه وسلم، وقدمته هدية إلى جناب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، راجيا أن أفوز بشفاعته وأكون في جملة خدمه، والله المسؤول أن يقبله مني وينيلني مرادي، فعليه اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي. الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وحسنه. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة الجميلة المبشرة لكل من أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، يعني أولى الناس بشفاعته عليه الصلاة والسلام، يعني أن الذي يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يكون أولى الناس في الشفاعة، يبدأ به لأنه محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالمحبين يشفع لهم، وعلى الصراط يثبت الله قدميه. هناك حديث رواه
أبو موسى المديني، وبنى عليه كتابه الترغيب والترهيب، حديث عبد الرحمن بن سمرة رواه عنه سيدنا سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا، قال: رأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط يحبو تارة أو يحبو أحيانا ويتعلق أحيانا، يعني أحيانا يحبو وأحيانا يتعلق، يعني لا يقدر على الحبو. قال: فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه وأنقذته صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الحديث العظيم، هو حديث صحيح، ذكره العلامة النبهاني في سعادة الدارين في الصلاة والسلام على سيد الكونين صلى الله عليه وسلم، وذكر أن من فوائد الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم المستفادة من هذا الحديث أن المصلي عليه صلى الله عليه وسلم يثبت الله قدميه على الصراط، ودي أعظم فائدة، لأن الذي تزل قدمه عن الصراط يقع في النار، لأن الصراط جسر مضروب على متن جهنم يمر عليه جميع الخلائق. فالذي يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفعه ذلك، ينفعه هذا الحب، وتنفعه صلاته في تثبيت قدميه على الصراط، ثم يكون أولى الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم يكون اسمه دائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله وكل بقبره ملكا أعطاه أسماء الخلائق، فلا يصلي عليه أحد من الأمة إلا قال: فلان ابن فلان يصلي ويسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما يكثر ترداد اسمك عند النبي صلى الله عليه وسلم تكون أولى الناس عنده بشفاعته عليه الصلاة والسلام وبتثبيت قدميك على الصراط، وبذلك تكون من الناجين من هول هذا اليوم، من هول المرور على الصراط، ومن أهوال ما بعد الصراط، وتدخل الجنة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون أسعد الناس يوم القيامة، تمر على الصراط آمنا مطمئنا حتى تدخل الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعله راضيا عنا مقبلا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.